أقيمت في صنعاء ورشة عمل لعدد من رجال الأعمال وصندوق تنمية المهارات من أجل تعزيز الثقة واستثمار التنمية في اليمن من جديد بعدما دمر العدوان الكثير من المنشآت الصناعية والقطاعات الخاصة. سعي جديد وطواف كما هي عادة العدوان في استهداف المنشآت الحيوية والتنموية بشكل متواصل في اليمن، حيث دمر العدوان منذ أول أيام العام الجديد أكثر من 100 منشأة صناعية وقطاعات خاصة في صورة تعكس سقوطه المدوي نحو الهاوية ومدى تجرده عن أخلاق الحروب. من أجل هذا أقيم في صنعاء ورشة عمل لعدد من المساهمين ورجال الأعمال مع صندوق التنمية من أجل تعزيز الثقة والتعاون من جديد. بسبب العدوان اللي اعترض عليه التي تتعرض لها البلاد، حصلت أن بعض أصحاب العمل تم توقف مساهمته والعزوف عن دفع المساهمة. الآن بإذن الله تعالى بنحاول نحن نكون ننمي البلد إن شاء الله تعالى. كما تعرفون أن الإنسان اليمني معروف بالقوة والصلابة، فإن شاء الله تعالى نوصل رسالة إلى دول العدوان أن احنا ما زلنا صامدين وواقفين بإذن الله تعالى في وجه أي عدوان يتعرض له البلاد. المساهمون ورجال الأعمال كانت علامات الغضب والنقمة بادية عليهم، خصوصا أن عجلة التنمية أوقفتها صواريخ العدوان وصندوق التنمية أوشك على الانهيار وقطاعات مختلفة في المجالين الاقتصادي والاستثماري أفلت وغاب بريقها إما بغارات لطيران العدوان أو هجرة إلى خارج البلاد. احنا في صندوق تنمية المهارات بنقدم رسالة قوية للعدوان والموالين للعدوان سواء من الداخل أو من الخارج بأن احنا صامدون وصابرون وسنظل قدام لهذا الوطن إن شاء الله. الآثار الناجمة عن استهداف العدوان السعودي للقطاع الصناعي والتجاري ليست بالهينة، فقد قدرت الخسائر بمئات المليارات من الدولارات وهو ما أثار مخاوف الكثير. العدوان تسبب أشياء كثيرة جدا، خاصة في تدمير المصانع. المصانع الصندوق لديه نسبة من هذه المنتجات أو هذه الإنتاجات، مصانع الأسمنت، مصانع الاستثمارية في كل المناطق، سبب إلى تقلص حجم الإيرادات للصندوق. الصندوق قائم على الإيرادات، كلما كان هناك إيرادات ضخمة وقوية كلما كان هناك إنتاج في تنمية الموارد البشرية في كل القطاعات سواء في القطاعات الخاصة أو العامة. كلما زاد العدوان وحشية كلما زدنا صبرا وصمودا وثباتا، فالعدوان وحلفائه لن يهدأ لهم بال ولو كان الأمر بيدهم. لا قتلوا الشعب مرة واحدة ولكنهم عاجزون أمام هذا الصمود الذي يمثل نموذجا تحتذى به الأمم. بلقيس أحمد، اليمن اليوم، صنعاء. دشن مركز منارات لدراسة دراسات المستقبل فعاليات موسمه الحالي بتسليط الضوء على الفساد وأهمية تجفيفه في مختلف مؤسسات الدولة.